أهلا بك يا أستاذ كمال، الشاعر والإعلامي والمربي الفلسطيني. في هذا الحوار الخاص نلتقي فيك ومعك لنتحدث عن مسيرتك الشعرية والإعلامية والفنية، وأيضا الاستماع إلى آخر نتاجك في مجال الشعر، وخاصة مجموعتك الشعرية الأخيرة فاتورة الحب التي صدرت لك قبل أسبوع من الآن. أهلا بك أستاذ أيمن. شكرا. طبعا وللتعريف أعزائي المستمعين بالشاعر الكبير والإعلامي الأستاذ كمال بن علي إبراهيم، الذي ولد في قرية المغار، منطق تقريبا القرية سليم أستاذ كمال؟ نعم، المغار في فلسطين. نعم، في الجليل. أعلم أنك ولدت عام 1951، أطال الله عمرك، والتحقت بمدرسة الرامة الثانوية في عام 65 في بلدة الشاعر المرحوم الراحل سميح القاسم، وتتلمذت على يد خيرة الأساتذة آنذاك، من بينهم الأستاذ الشاعر المرحوم شكيب جهشان. جهشان الذي ولد وزرع فيه الحب اللغة العربية، وزرع في نفسه حب اللغة العربية وأدائي، وخاصة الشعر الذي بدأ في ينظمه منذ ذلك الوقت، وتخرج في سنة 1969 بعد أن التحق بجامعة، بعد أن التحق سياسة طبعا. نعم. يعني تخرجت 69 كما ذكرت الآن. نعم. بعدما التحق بجامعة، التحقت بجامعة القدس أستاذ كمال لدراسة اللغة العربية وآدابها في سنة 1974، حصلت على اللقب الأول. بعدها انتقل أعزائي المستمعين الأستاذ كمال ضيفنا الكريم اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتحق بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، لدراسة اللقب الثاني في موضوع اللغة العربية، حيث درس هناك على يد البروفيسور التونسي عبد الرحمن أيوب، متخصصا بالأدب العربي. والحديث بالأدب العربي الحديث، وهناك واصل كتابة الشعر ونظم قصائده في الغربة والحنين للوطن كشعراء المهجر كما نعلم جميعا. وبعد تخرجه، بعد تخرج الأستاذ كمال نقصد، بعد تخرجه من الجامعة وعودته إلى فلسطين، التحق للعمل بسلك التعليم، حيث عمل مدرسا للغة العربية حتى عام 2007. نعم. عند خروجه للتقاعد في سنة 2006 تحديدا، جمع قصائده التي نظمها عن امتداد عشرات السنين، وأصدر مجموعته الشعرية الأولى حديث الجرمة. حديث الجرمة. تمام. نعم. حديث الجرمة. بعد ذلك أصدر على التوالي 24 إصدار، عدد 24 إصدار، منهم كتاب دراسات في الأدب والباقي مجموعات شعرية. كمال إبراهيم الأديب والكاتب الكبير حصل على جائزة نابولي العالمية من أكاديمية فيديريكو الثاني في إيطاليا، وجائزة الإبداع للأدب العربي، وجائزة الإبداع للأدب العربي عن فئة الشعر العام 2014، وجائزة الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا، والعديد من التكريمات وشهادات التقدير من مؤسسات عديدة. يسعدني
كل مستمعينا الكرام من وطننا العربي الكبير أن نرحب جميعا بالكاتب والأديب المبدع كمال إبراهيم. أستاذ كمال، يسعد أوقاتك وكل عام وأنت بخير. الله يسعدك أستاذ أيمن، رمضان كريم. الإعلامي البارز أنت في الإذاعة المصرية، والكاتب الصحفي المنسق الإعلامي لجريدة نور الدنيا المصرية بالقاهرة، لك مني ولمستمعي هذا الحوار أينما كانوا أجمل تحية. شكرا لك أستاذ كمال، نحن نسعد بك دائما أستاذ كمال إبراهيم الذي صدرت له مجموعتك الشعرية أستاذ كمال الجديدة فاتورة الحب، وهي ما شاء الله من النتاج الأدبي المتميز، مجموعتك الرابعة أيضا، الرابعة والعشرون شعرا. حبذا لو تصف لنا هذه المجموعة بكلمات قليلة تصل لآذان وأسماع المستمع الكريم في كل مكان، وما تحويه من قصائد. نعم، صدرت لي مجموعة الشعرية فاتورة الحب عن دار الحديث للإعلام والنشر في عسفيا في فلسطين، وهي إصدار الرابع والعشرون شعرا، بالإضافة لكتابي دراسات في الأدب. وتتضمن المجموعة التي صممت غلافها الفنانة ملكي الزاهر 32 قصيدة متنوعة الأغراض، إلا أن الطابع الغزلي يأخذ الحيز الأكبر من القصائد التي أحلق فيها مع خلجات الشوق والهيام بصور شعرية وتعابير تدخل شغاف القلب وتحرك مشاعر المحبين بأسلوب بعيد عن الإباحية، وشعر غير خادش للحياء وليس مبتذلا يؤجج العواطف والأحاسيس ويهمس بآذان القراء من الجنسين حبا وصبابة. وأفضل تعريف لما تحتويه المجموعة من قصائد الإهداء الذي أقول فيه: إلى الذين قلوبهم مفعمة بالأمل، إلى الذين ينبذون الظلم دون كلل، إلى الذين ينصرون الحق بالعمل، إلى الذين ينكشون الأرض بالمعول، أهدي مجموعة الشعرية هذه. إلى جانب القصائد الغزلية توجد في المجموعة أغنيتان باللهجة المحكية، الأولى سياسية ساخرة بعنوان شو جرى لك يا جانس، لحنها وغناها ابن الجولان حافظ الصفدي، والثانية رومانسية بعنوان خذي مني غنية، يعمل على تلحينها هذه الأيام الفنان السوري وهيب هلال. وتجدر الإشارة إلى أن ملحنين عديدين من مصر وسوريا يقومون بتلحين العديد من قصائدي، ومنهم من مصر إيهاب عز الدين وأحمد الموجي وزكريا حسني، ومن سوريا عارف بركي ووهيب هلال وعماد جمول وبسام رسلان ومالك نمور وجهاد الأشقر. وخلال يومين أو ثلاثة سينتهي الموسيقار السوري الشهير زياد الأطرش من تلحين وغناء قصيدتي لوعة. واسمح لي أن أذكر أن الأستاذ زياد لحن عملا للمطربة الأسطورة فيروز بعنوان دفتر ذكرياتي، تحكي الأغنية عن سيرة المطربة اللبنانية الكبيرة، كما قام بتلحين العديد من الأغاني لكبار الفنانين والفنانات المعروفين منهم ماجد الرومي ومجد القاسم وياسمين وغيرهم. ومن فلسطين لحن ويلحن لي الموسيقي أمل حرب وكمال سلامي وسالم درويش. جميل، ما شاء الله، رحلة عطاء ونهر لا ينضب. أستاذ كمال، أستاذ كمال، سؤال لابد منه: كيف تنشر يعني نتاجك الأدبي وخاصة الشعر، وكيف تشهر مجموعتك ومن يقتنيها؟ أستاذ كمال تفضل. أستاذ أيمن، أنت تعرف أن العالم العربي يعاني من قلة القراء، قليلون من يقرؤون الكتاب بعكس العالم الغربي حيث القراء يهتمون بالمطالعة، ونسبة قراء الكتاب في العالم العربي للأسف تكاد تكون أقل نسبة بين سائر دول العالم.
وعليه فأنا ألجأ لنشر مجموعاتي الشعرية والقصائد عبر الفيسبوك، إذ أصبح الفيس اليوم أسرع وسيلة لنشر الإنتاج الشعري. أضف إلى أني كلما أصدر ديوان شعر أو ديوانين أقيم أمسية لإشهار الديوان وأوزع الكتاب هدية على الحضور مجانا. جميل أستاذ كمال، طبعا يعني ما شاء الله تذكرنا بحديثك الممتع عن رحلة عطائك يعني الوافر وعطائك الفياض في رحلة أديب كبير مثل كمال إبراهيم. بارك الله بك. تذكرنا بشعر الوطن، شعر ثورة الوطن محمود درويش الذي أسهم إسهاما كبيرا في بكلمته وكفارس للكلمة. حدثنا أستاذ كمال عن هذه الأمسيات التي يعني تملأ الدنيا روائع من أعمالك، ومن يشارك فيها أستاذ كمال؟ أجل، من أهم الأمسيات التي أقمتها لإشهار أشعاري كانت لمجموعة شغف العمر التي صدرت لي في أيلول 2019، والتي تحدث فيها كل من الدكتور نبيه القاسم والدكتور الشاعر الناقد منير توما والدكتورة المختصة بالشعر الحديث لبنى حديد. في تلك الأمسية كانت مداخلة للناقد الكبير الدكتور نبيه القاسم، وهو ابن عم الشاعر المرحوم الراحل سميح القاسم. في تلك الأمسية أثنى الدكتور نبيه فيها على دوري في الشعر الفلسطيني، كوني ملتزما وطنيا أكتب للوطن وأتفاعل مع الحس الوطني للشعب الفلسطيني على امتداد مسيرة الشعرية منذ البداية. وأشاد الدكتور نبيه بمكانتي في معرفة اللغة العربية وإلمامي بقواعدها وأصولها، الأمر الذي ينعكس جيدا على مستوى أشعاري. وقال: ما يميزني في إنتاجي وقراءاتي الشعرية سلامة اللغة وإتقان قواعدها، بعكس الكثير من الشعراء الذين لا يجيدون إلقاء قصائدهم ويقعون بالأخطاء اللغوية. جميل جميل. ماذا عن رحلتك مع مصر أو الحضور إلى مصر لإقامة يعني أمسيات ثقافية وأعمال في الشعر والكتابة، ورحلتك مع الكلمة كفارس للكلمة؟ ما شاء الله، يعني علامة فارقة في تاريخ الأدب أستاذ كمال إبراهيم. إن شاء الله إذا أتيحت لي الفرصة سأسافر، ولكن الظروف لا تسمح لي بسبب أعمالي بالصحافة والإعلام، أنا مشغول جدا، وإذا سمحت الظروف يسعدني ذلك. هل هناك أعمال شاركت في بعض الأعمال يعني المسلسلات الدرامية تفكر في المستقبل يعني تشارك بأعمالك الغنائية والملحنين التي ذكرتهم من مصر وسوريا؟ فهل أنت من الأدباء والشعراء الذين يعني يسعون إلى ذلك في المشاركة في الدراما بأعمال غنائية مثلا؟ أنا أعرض الأغاني التي يلحنها لي الملحنون والموسيقيون عبر ندوات شعرية أقيمها، أنشر القصائد أمام الجمهور على الشاشة، وأحيانا وكثيرا ما أنشرها في المواقع الإلكترونية والفيسبوك. هل لك أستاذ كمال، اسمح لي، هل لك صالون ثقافي مفضل في مقر إقامتك الآن من كبار الأدباء، أم لك يعني المخصص لك باسمك وبشخصك الراقي جدا من حضور الأدباء مثل ما يحدث يعني قديما من زيادة و هنا مؤسسة بنت الحجاز ونهر النيل الثقافي؟ وطبعا أعلم أنكم مهتمون بحضور الصالونات الثقافية في العديد من الدول العربية، وأعلم أن حضرتك علامة مميزة في هذا.
أنا أشارك في ندوات عديدة مع شعراء مهمون ومن مختلف الأوساط ومن مختلف المدن والقرى في بلادنا، وأشارك في لقاءات شعرية وأدبية كثيرة، ولكن لا يوجد لي مخطط خاص لإقامة مسرحيات أو ما يشابه بالنسبة لعرض الأغاني. معك أستاذ كمال، اسمح لي تفضل. أن أقرأ قصيدة من الديوان إذا ممكن. تفضل نتشرف، وكنت لسه أطلب من حضرتك تون يعني الاستمتاع يعني بما يطرأ عليك الآن من جمال الكلمة أستاذ كمال، تفضل. نعم، بكل سرور سأقرأ قصيدة فيروس الكورونا اللعين، كتبتها بتاريخ 23 22 3 2020. أقول فيها: يا لتعاسة الإنسان، الكورونا منتشر في كل مكان، بدءا في الصين مصابة بالفيروس اللعين، فطال سائر البلدان ضاربا أرجاء المعمورة لتسود الصورة في موطن الطليان. هناك لم يشفع الله ولا الفاتيكان. يا للويل، الوباء هد الحيل، الإصابات تخطت 50,000، وانتشر الرعب والخوف، الموتى بالآلاف امتلأت المقابر، جثث الموتى تنقل بالشاحنات في سائر الولايات. الكورونا لم يرحم، لا فرنسا ولا الإسبان، تخطى القارات ليطال الأمريكان وكل البلدان في الشرق والغرب. هنا في فلسطين رحنا نندب حظنا المسكين، كذلك في إيران وسوريا ولبنان وإسرائيل، أضحت مهددة بعزرائيل. الرعب طال المدنيين والسياسيين، نتنياهو يتخبط باتخاذ القرارات وبتوجيه من الوزارات، يحكم بوقف المواصلات وإقفال المطاعم والمنتزهات، بعدها منع التجمهرات ومنع التجول في الحارات. يا لهول المصيبة، الكورونا حل في بلادنا الحبيبة، كثرت الإصابات تعدت المئات، رباه هل من مغيث، نحن بك نستغيث، ليس لنا سواك، ارحم عبيدك أطفالا ونساء شيوخا وشبان، ارحم يا أرحم الراحمين، خلص عبدك المسكين من كارثة الكورونا اللعين. جميل، ما شاء الله ما شاء الله، ما أروع أبياتك وكلماتك. ونستمع الآن أمامي يعني عمل فني للموسيقي والسوري الكبير عماد جمول. على خلفية هذه الكلمات وصوت رائع، ما حكاية هذا العمل الجميل أستاذ كمال؟ أنا لم أعمل فقط مع عماد جمول، أعمل مع عدة ملحنين، منهم الملحن المعروف عارف بركي السوري المغترب في قطر، لحن لي عدة أغاني جميلة، وملحنون آخرون ذكرت أسماءهم. أستاذ كمال إبراهيم، الله يحمينا من الكورونا هذه الآونة وما حدث للعالم كله من هذا الفيروس وابتلاء الحاصل في العالم كله ومنها الدول العربية طبعا. طبعا حدثنا عن القصيدة، يعني نعلم أن هناك قصيدة تتحدث عن كورونا وقصيدة الساعة، ماذا عن مجموعة فاتورة الحب من أهم محطاتك ونتاجك الأدبي؟ نعم، المجموعة تشمل قصائد متنوعة
متنوعة الأغراض، ففيها الغزل والسياسة والرثاء وأغراض اجتماعية ووطنية وفلسفية. والغزل ألو، كثيرا، وفيها غزل كثير. نعم أستاذ. نعم. هل تحب أن أسمعك قصيدة غزلية؟ لو سمحت لي أستاذ كمال، جميل جدا، أحب أن تطلعنا عن أهم ما كتبت من قصائد غزلية تعانق الروح وتسري الوجدان العربي كما دائما تمتعنا، تفضل. نعم، سأكتفي بقراءة قصيدة ذوبان. حبيبة الروح أغراني سحرك تفضل الفتان، حسنك بدعة الخالق الوهاب، رأيتك وردة في أزاهر البستان، شممتك فوجدت عطرك الخلاب، أنت أذكى امرأة وأجمل النسوان، يغريني فيك عنادك الغلاب، أنت الربيع والزهر في نيسان، فكيف لي أن لا أقطف زهرة الأقحوان أو أرشف جرعة الخمر من الفنجان. حبيبة القلب يا نشوة العطشان، أشتهيك في أرقي الغافي وفي ليلي النعسان، لأعطيك حبا صادقا لا يعرف النسيان، فأنا وأنت واحد لا اثنان، امتزجنا بقالب الفكر وحبنا أغدقه الذوبان. ما شاء الله ما شاء الله، دائما ما تمتعنا أستاذ كمال. في قبل كلمة الختام، أود أن تحدثنا عن ملامح وأهم ملامح أسلوبك في كتابة الشعر أستاذ كمال. نعم، بالنسبة للأسلوب أنا أتبع منذ مجموعة الشعرية الأولى الوضوح، ولا ألجأ لا للغموض ولا للإبهام أو التعقيد، بل ألتزم دائما أسلوبا قريبا من السهل الممتنع، حيث تتميز قصائدي بسلاسة التعابير والوضوح في جميع القصائد التي يشمل بعض منها شعر التفعيلة والشعر العمودي أحيانا والشعر المنثور. ومنذ مدة شرعت بكتابة قصائد باللهجة العامية، وكل ذلك مع المحافظة على الوزن أحيانا أو على الجرس الموسيقي واستخدام القوافي المتنوعة بين قصيدة وأخرى، وأحيانا في القصيدة الواحدة، وتتباين وتختلف مضامين القصائد وتتعدد الصور الشعرية المستوحاة والمنبثقة من أحاسيس صادقة تحرك مشاعر المتلقي وتدخل شغاف القلب. ما شاء الله. هل تود أن تختم حديث الليلة في هذه السهرة الأدبية الثقافية في عجالة وفي دقيقتين، وتحدث المستمع العربي والقارئ العربي وكل متابعيك يعني بعض الكلمات لهم في أنحاء الوطن العربي؟ نعم، أولا أرجو أن تنتهي أزمة تفشي وباء الكورونا في سائر دول العالم، وأن يحل السلام في سائر أنحاء المعمورة، وأن تجد القضية الفلسطينية حلا لها بانتهاء الاحتلال وحلول السلام بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. واسمح لي أن أنهي كلامي بقصيدة مناداة: أناديك يا صاحبا أدركه الخوف والوجوم، أناديك أن تصافح الشمس والغيوم، أناجيك أن تهجر البؤس والهموم، أناجيك في زمن الوباء أن لا تيأس من نعيق الغراب والبوم، فيا صاحبي سيأتيك يوم فيه البلابل تحوم، تحل فيه النجاة بعون الخالق القيوم، سيأتيك يوم ينجلي فيه الضباب والليل تشع فيه النجوم، كن على يقين أن الوباء لن يطول ولن يدوم، فالدهر قلاب، يوم عليك ويوم لك أيها المظلوم، تأكد أن الثواب آت، وإن اشتد عليك الصوم ستلقى عند الله الشفاعة وقت الهجوع وفي عز النوم. شكرا لك أستاذ أيمن على هذا الحوار معك،
وتحياتي أرسلها عبرك للإذاعة المصرية ولجريدة نور الدنيا وللمستمعين في مصر وفي سائر أرجاء الدنيا. تصبح على ألف خير. في ختام سهرة الليلة كل المستمعين الكرام في كل مكان، نشكر شكر جزيل للأستاذ كمال إبراهيم الشاعر والأديب والإعلام الفلسطيني، كان معنا متحدثا عن بعض نتاجه الأدبي وعن رحلة يعني عطائه الذي لا ينضب. شكرا جزيلا وكل عام وأنت بخير أستاذ كمال. كل عام وأنت بخير، رمضان كريم، ينعاد على الجميع بالخير واليمن والسلام إن شاء الله في جميع أنحاء العالم. تحياتي أستاذ كمال. تحياتي، تصبح على خير.